اهلا بالشباب يعطيك العافيه. اهلا 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 عرفتني فوزي ابو لوزي يا حبيب القلب يعطيكم العافيه يا شباب. والله جيتوا الله جابك. يا اهلا يا اهلا حبيبي. شرف على اليمين اذا بتريد فتحي خلي عينك على الحاجه. ليش على اليمين؟ انا عندي انه مست ما عندنا وقت رايح عايزك ضروري. انا شفتك تشرف بدي شيء اوتوغراف شغلي. هلا بقول لك شو بدي. تفضل سيلفي وما زالي يعطيكم العافيه على اليمين. يلا لجوا فتحي خلي عينك. ايه يلا يلا قرب قرب بعد شوي. حرام شو بحبنا والله. اهلا اهلا بالاستاذ فوزي. بس هون منيح يا سيدنا. ومش بس استاذ فوزي خطيبتك ام ولادك خواصي. يا حبيبي يا طفلي بضيلك والوينك. اهلا يلا عمري قوم قوم. انت بيعرفنا بيعرفنا وبيحبنا. يا اهلا يا اهلا بالافندي يا حبيبي يعطيك القلب. كيف الشغل طمني؟ يعني ليك مدقره معنا نحن هلا الفنانين. اهلا اهلا ست خواصي. ما تاخذني يعني ما حدا بيعرف شو في عند الثاني يا افندي. مثلا ما تاخذني ما تروح لبعيد. مين كان بيقول انه كيفن كوستنر هذا الممثل الشهير اضطر يعمل اخر فتره دعايات عم يعمل دعايات تونا. دعايات تونا كيفن كوستنر شفته؟ استاذ فوزي صار بدي اقول لي امبارح حبيبي وحيت الله هو بده قال شي 10000 متضايق ومزنوق. مهضوم 10000 ليره. انا بتابعك انا بتابعك. انا اغنيه دنب الكلب بتشيلها من السياره. قرني بضيلك علوي ولسيليكون شفايفك كمان. سيليكون شفايفك لز لز بقكم كثير. هاي 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 كل شيء هون قدامك. حلو كثير حلو كثير. بتعرف انه هذه سيليكون شفايفك انا حطيتها فيرست دانس بعرسي. يا هاي شو مزوين شو مزوين. قرني بضيلك والله يعطيك العافيه. ليش هيدي تبعيت هيدا خصرك ولا دوار المكلس هيدي شو؟ هيدي مكسرة على الأرض يا حبيبي. يلا يعطيكم الف عافية. يلا عافيك خليك بأرضك أستاذ فوزي. لا أحيانا أنا مضطر أعمل لك ظبط. مضطر أعمل لك ظبط. مضطر تعمل لي ظبط في مرة هيك ظبط؟ تعمل لي ظبط كيف يعني؟ ليش بدك تعمل لي ظبط؟ لا بس لحاله بدك تعمل له ظبط بدك تعمل لي ظبط؟ لا عفوا بس لأنه منه حاطط الحزام. وانا ممكن حاطه الحزام اعمل لي ظبط هلا بنشوف بنفكر فيها. تفضل يا افندي رح اشرح لك الوضع. رايحين على الاستوديو انا عندي اغنيه بدي سقط صوتي عليها فانا اوتاري الصوتي بيلعبوا إيه؟ انا عندي ضياع بين الفا والسول يعني الدو عندي. هلا اذا بتطلع شوف الدو عندي ببين فارق على الفاوز. فانا لما يضغط علي الحزام إيه؟ بأثر في يصير عندي ضياع وتنشيز. انا بهمني هيدا مش مبرر انك ما تحط الحزام يا حبيبي. نحن نظام وما فينا نلعب فيه للنظام. كان يلا مرت الجاي تكرم معي. لا 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 اذا بتريد بدك تاخذ الضبط هيدا 100000. لا لا مش حامل مش حامل افندي 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 مش حامل هلا. لا هذا ما بتدفعه هون. هذا بتدفعه انت لحالك بعدين. لحظه بدي فرجيك شغلي بس تفرج فرجي شايف لي عم بتهوي عم بتصوفر. شو هي؟ جيابي عم هويين. بدك تشوف جزدانه كمان وجيابه. هو جزدانه كمان استاذ فوزي وحياتك مش حامل. ما تجرسنا قدام ما بقدر خليك تروح لانه بعرفكم انتم الفنانين ايه؟ بتطلعوا على الفيسبوك وبتقولوا مرقنا حواجز ومرقونا وما مرقونا. بتحكوا كتير بعرف. لا هيدي كنا نعملها من زمان. لا هلا بتعملها هلا دغري بتقول انه عوفوني. لا ما بدي اذا بتريد الا مره واحده انه كنا على اساس بدنا عندنا جلسه انا وياها ما عدنا صارت. استاذ فوزي خبرنا الخبريه ليش. طيب تفضل شو بدك؟ 100000 اذا بتريد. ها ليك ليك حطيت الرقم. بتاخذوا رهنيات بتاخذوا ذهب بتاخذوا ذهب. شو ذهب؟ معي ذهب بتاخذوا ذهب هلا رهنيات. يا عمي نحن مين قال لك ليش نحن بناخذ وبنعطي بهي القصص؟ طب ما معي هلا مش حامل. ايه طيب شو شو مش حامل؟ مش حامل كاس يا اخي ادفعوا بعدين. لا 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 انا ما بقبل. انا خلي شيء علي اليوم بدي ادفعهم على كعبيه ارضهم. ما في كيف بدك تدفعهم؟ ما معي وحياتك. طيب انا مشيت معك كيف بدك تدفعهم؟ بتاخذوا ذهب بتاخذوا ازازيات بتاخذوا فخاريات يا استاذ فوزي. معانا صحون معانا كاسات. يقبرني عيونيتك وبضيعك. بتاخذوا بحط عندكم مثل الرهيقه شو بسموها هيدي؟ رهن؟ رهن مين؟ خواص خطيبتي. شو؟ حياتي خليك عندهم شوي بالمخفر عاملين لهم الجو هيك. معلش جمعتين زمان بكون امنت. يقبرني موديلك والوينك؟ كون امنت المبلغ. لا موديلك ولا الوينك بدك تتركني جمعتين هون. زحلق لوين لوين؟ زحلق يا ست خواصي. ما تروحي هذا المفتاح ما تروحي خليك يا ست خواصي. انا كيف بدي اروح هلا؟ انا عندي استوديو هلا. انت بتروح معي بقعدوا بغني انا وياك مع اهلنا. هذا بتدفعوا بعدين. طب مبسوط هيك اخر اغانيك شو؟ بحيات اللي بتحبها هلا بدي احطها بالاستوديو شو بتقول؟ عفوا شيل ايدك. في عندي اثنين هلا عندي وحده كتفي هيك خلينا عندي وحده تبعيت انه هيدي صاحبه صاحبتي. ايه شو هي؟ انه صاحبتي عم تظهر على صاحبتي. الله معك ست خواصك. بتقول شفتك عم تحكي معها شفتك ايدك بايدها شفتك غمرتيها ليش؟ انا حلو. شو قصرت انا ليش مع شو عندها شيء هي ما عندي. حلو. وعندي اغنيه تانية بتقول عن خليك رح ضبط كل شيء عن البيض. بدك تسمع اغنيه البيض؟ البيض لانه انا هلا انا عندي عامل غنيه للبيض. انا عندي مزرعه صغيره دجاج. نعم. جايب فيها البيضات الدجاجات مهفهفات. شو اسم الغنيه؟ يا بيضاتي. لانه انا يا بيضاتي ايه انا بغني للبيض. انا بدي اطلق البيض بالسوق
شو بتقول؟ فانا بيضاتي بدي اياهم يكونوا بارزين بالاغنيه. فوزي كل ما عم تقول بيضاتي عم تعمل ايدك هيك، بس انت احكيها حكي. حاطط كرتونه بيض قدامي وعم بغني لها، شو بدي غني لها؟ شو عم تقلها؟ يا بيضاتي يا بيضاتي يا شي من النوع. اه اوكي، هي ثلاث ارباع كلمات هيك يعني. رزقاتي حلوه. شرف نطلب فلافل وناكل نحن. يلا يلا حبيبي، بس ما عندي استوديو. انا والله لو ما عندي استوديو كنت انا بروح معك هلا.